والله ما بكدب عليكم، الموضوع فعلا فعلا هيكون سهل جدا 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 فوق ما انتوا تتخيلوا. بس انتوا اتمنى اتمنى اللي سامعني، لو بعد اذنكم لو بعد اذنكم انا محتاج بس يبقى معاكم لابتوب وتقدروا تفتحوا الاكسل شيت عندكم، محدش يشتغل من الموبايل، لان الموبايل من الاخر مش هتستفيدوا حاجه، او هتقعد تستفيد وبعد ان انت ما تطبقوش على الاكسل الموضوع خلاص اتنسى. فاتمنى لو بعد اذنكم يبقى معاكم اللابتوب كده مفتوح قصادكم كده، فاتحين زوم من على اللابتوب، وتقدروا تتكلموا معايا وابعت لكم الشيت اللي انا بشتغل من عليه، بحيث ان انتوا تستفيدوا. انا عايزكم تستفيدوا، انا مش بعمل كويزات او بعمل هوم وورك او اي حاجه، بس انا بس عايزك تستفيد وانت شغال معايا. تمام حضرتك، انا فاتح الكمبيوتر اهو، ويعني مش مجتهد والله عبد الرحمن. انا بتكلم في ناس تانية بتبقى بتفتح من الموبايل وكده، فبتبقى الموضوع بيبقى صعب شويه. مين تاني مش عارف في الاكسل؟ مين تاني ما فتحش؟ مين تاني ما اشتغلش بالاكسل؟ انا عندي معلومات بسيطه بس عنه، ما استخدمتهوش كتير. تمام زي الفل ماشي. بعد اذن حضرتك، انا الاكسل كده متوفر عندي على اللاب، بس الزوم من الموبايل عادي. اوكي ماشي مفيش مشكله. انا بس عايزكم اسمعيني يا اسماء، انا بس ببقى عايز الناس بس تستفيد مش اكتر. والله والله عايزكم تستفيدوا والله، يعني طيب تمام. لا لا انا بشيك مع حضرتك عشان لو في حاجه الحق اعملها. افهموني انا مش بلزمك والله بحاجه، والله يعني انا عايز الدنيا تبقى يعني تبقى سهله عليكم والله. يعني انا ببقى فعلا لا لا خالص يا فندم، حضرتك بتتكلم لمصلحتنا، فالواحد بيبقى عايز يستفاد اكتر استفاده يقدر ان هو ياخدها من الكورس. ان شاء الله ان شاء الله باذن واحد. باذن الله. انا بس عايزه اقول حاجه، اتفضل. النهارده انا دلوقتي في المواصلات ومش هعرف افتح اللاب للاسف، بس انا هكون مركزه. مفيش مشكله مفيش مشكله. تمام ماشي شكرا ليك. ماشي نتوكل على الله. اتفضل. تمام اتفضل. بصوا يا جماعه انا دلوقتي بسجل المحاضره اهي، عشان انا بصوا يا جماعه انا عندي قناه على اليوتيوب، بسجل المحاضره وارفعها على اليوتيوب. في اخر الفيديو ان شاء الله هبقى لكم القناه دي واوريكم بقى الفيديوهات. انا برضو بتكلم في اكسل وبتكلم في كذا حاجه تاني. تمام اتوكل على الله اهو. بصوا بقى انا هعمل شير كده. بصوا يا جماعه قبل ما اعمل اي شير، الاكسل شيت ده يا جماعه حاجه سحر بمعنى الحرفي مش بهزر. تخيلي كده مثلا، او تخيل كده مثلا ان انت عندك داتا او بيانات لمصنع كامل، مصنع شغال بتاع غسل وغسل ونسيج وحاجات زي كده كتير، وعايز مثلا تدي للناس اوفر تايم، وعايز تخصم من الناس، وعايز تحسب، وعايز ترجع. الموضوع عمره ما هيمشي بورق، فاهمين؟ يعني عمره ما هيمشي على الف واحد بورق. لو ورق انتوا عايزين، او دفاتر انتوا عايزين حوالي 10 اشخاص او 5 اشخاص يشتغلوا على يعني كل واحد معاه مجموعه، فاهمين قصدي؟ طبعا غير المده كمان، غير المده بالظبط. ده شلل. لكن بقى تخيلوا لما مثلا ال 10 اشخاص دولت اتبدلوا بشخص واحد. انا يا جماعه انا هقول لكم، يعني انا هتكلم عن نفسي، يعني انا ماسك حوالي 7 او 8000 موظف. يعني انا مش مسؤول طبعا عنهم، هو في طبعا مديرين مناطق والكلام ده، بس انا مسؤول عن ان انا احسب لكل واحد العموله بتاعته، واحسب لكل واحد مرتبه بعد الخصم، واحسب لكل واحد كذا كذا كذا. انا مش في الحسابات برضو، انا هشغال في الاوبريشن، اللي انا بحسب لهم الحسابات كلها، وفي الاخر ابعت لبتاع الحسابات اقول له لو سمحت قبض الناس دي كذا، او ابعت للبنك اقول لهم لو سمحتم قبضوا للناس دول كذا، فاهمين قصدي؟ فالاكسل ده فعلا فعلا اختراع، اختراع بمعنى اختراع، والله ما بكذب عليكم. الموضوع ده فعلا لو انتوا اتعلمتوه والله 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 وعن ضمانه شخصيه، هتبقوا في عالم تاني خالص، وهتبقوا بتتعاملوا، يعني الناس هتتعامل معاكم في الشركه ان انتوا جينيوس او اكسبرت، او ان انتوا حاجه كده يعني حاجه كده ناس تقال قوي، ناس مش عاديه، فاهمين قصدي؟ بس كده. فانتوا معايا صح؟ يعني انا بس محتاج حد يقول لي احنا معاك، احنا جنبك، حاسين مع حضرتك. ايوه مع حضرتك تمام. احنا بالظبط كده حضرتك. انا بس كنت عايز اقول لحضرتك على حاجه. هو انا دلوقتي كنت راح اقدم في شركه، بس الشركه دي يعني كان مرتبها حلو، بس هم كانوا عايزين واحد بيعرف يشتغل على الاكسل والوورد والباوربوينت، وانا ما اعرفش اشتغل ولا واحد فيهم، لان انا ما بشتغلش على برامج. اسمعني كويس، الوورد يعتبر كل الناس تعرف تشتغل عليه، متهيألي يا جماعه انتوا اللي معايا في المحاضره هي دلوقتي، الوورد ده متهيألي كل الناس تعرف تشتغل عليه، اصل الوورد مش محتاج يعني حوارات كبيره من الاخر، يعني فاهمين قصدي؟ يعني اللي اشتغل على الوورد ده يا جماعه، حد هنا اشتغل على الوورد؟ كتير. انا اشتغلت ليه في ايام الوورد
الورد عادي يا جماعه، الورد عادي، مش قصدي حاجه والله، بس الورد يعني عادي بسيط، يعني مش محتاج، انت بس محتاج تخش على الـ على الـ على الـ على الـ على اليوتيوب كده وتكتب تعليم الورد مثلا، هتلاقي في ناس عاملين فيديو مثلا لتعليم الورد في نص ساعه. الورد بسيط، الباور بوينت برزنتيشن بسيطه برضو، الاكسل والاكسس دولت اغبى حاجه في المايكروسوفت. بص يا اسمعني يا الاكسل عبد الرحمن، الاكسل والاكسس، في برنامج اسمه اكسس، اكسس ده برضو بتاع داتابيز وحوارات كبيره يعني. الاكسل والاكسس دولت اغبى حاجه، معقدين قوي، بس في نفس الوقت بص اقول لك على حاجه عبد الرحمن، كل ما تكون معقد في شغلك كل ما تكون مرتبك عالي، غير لما تكون بتشتغل شغلانات اي حد ممكن جديد يجي يشتغلها. بصوا كده يا جماعه الفرق، يا جماعه انتوا ليه المبرمجين مثلا بيكون مرتباتهم عاليه؟ لان شغلانتهم صعبه ومعقده، يعني مش اي حد لسه جديد يعرف يشتغلها، فاهمين قصدي؟ فكل ما تكون ربنا جدا بالظبط، كل ما يكون شغلاناتك او شغلانتك معقده كل ما تكون مرتبك اعلى، وكل ما يكون صعب استبدالك، يعني ما حدش يعرف يستبدلك بسهوله، فاهمين قصدي؟ فاللي انا عايز بس اوصله لكم ان الموضوع، لو بعد اذنكم تابعوا معايا الفيديوهات والله والله هتستفيدوا كتير، وان شاء الله ان شاء الله افيدكم باكتر حاجه باذن الله. خلاص كده يا جماعه، انا هتوكل على الله دلوقتي، وعشان افتح بقى الشير عشان تشوفوا معايا بقى الشكل عامل ازاي. تمام، بصوا انا هعمل شير سكرين اهو، ادفانس بورشن اوف اهو، بس كده. انتوا كده شايفين الاكسل اهو يا جماعه، صح كده؟ مظبوط. كلهم تمام، تمام. ده اكسل 22 20 قصدي 21، ده شكل، ده اي اكسل اللي بيتفتح بيبقى فيه المربعات دي كده ويبقى الشكل ده كده، تمام كده؟ تمام. كل اللي عليكم ان دي اسمها كولم، اللي هو اي بي سي دي اي اف جي، دول اسمها كولم، يعني عمود، يعني عمود عمدان، ودي اسمها صفوف، 1 2 3 4 دي اسمها صف، تمام كده يا جماعه؟ يعني تمام، قولوا لي تمام. تمام مع حضرتك. ماشي تمام، ماشي تمام. بصوا بقى يا جماعه، دي اسمها خليه، المربعات الصغيره دي اسمها خليه، المربعات دي اسمها خليه. يعني بص لما اجي اقف هنا بيقول لي ايه الخليه دي؟ اسمها اف 2، يعني اف اللي هو العمود، و2 اللي هي رقم الصف، تمام كده يا جماعه؟ تمام 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 تمام. بصوا بقى كده، احنا عرفنا شكل الاكسل شيت، تمام كده؟ تمام. بصوا بقى، احنا اللي احنا هنشرحه النهارده ايه؟ هنشرح هوم، قائمه هوم هتلاقيها فوق هنا اسمها هوم. هوم دي يعتبر اغلبيه الشغل كله بيبقى فيها، يعني لما تيجي تفتح قائمه هوم، هوم دي بقى نبتدي بقى نشرحها بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. كوبي وكات دي اللي هي كنترول سي وكنترول في، لو حد يعرفها، اللي انت مثلا لو انت مثلا كاتب هنا مثلا محمد، فلو انت هنا دوست هنا على محمد ودوست هنا كوبي، ورحت هنا ودوست هنا كنترول في، هيبقى في محمد تاني، او دوست هنا مثلا كوبي ودوست هنا كليك يمين بيست، اهي كده بقى نزل محمد تاني، تمام كده. كات اللي انت بقى بتاخد من محمد ده من مكانه خالص وتنقله، يعني كات وبعد كده بيست، كده محمد اتنقل من هنا راح هنا، مش اتاخد نسخه منه، لا ده اتاخد كله واتحط في الحته دي اللي هو اتعمل له موف، تمام كده؟ تمام. الحته دي اللي هي الفونت، الفونت اللي هي المسؤوله عن الكتابه، التدخين الخط، تكبير الخط، الكلام اهو مثلا كده اهو، ده تكبير الخط اهو اهو، دي الالوانات اللي انت تحط خلفيه صفراء في الخلفيه، تخلي اللون مثلا باللون الابيض وهكذا، تخلي مثلا خلفيه مثلا باللون الاسود وهكذا. دي بتخلي الكتابه غليظه اللي هي بولد، يعني عريضه او مائل او الحاجات دي، تمام. الحته دي كده، ودي بقى بتكبر الخط كده بالمنظر ده كده او تصغره وهكذا، تمام كده يا جماعه. الحته دي بقى بتاع الالاينمنت، الالاينمنت دي يعني ايه؟ يعني التنسيق. بصوا شايفين محمد في الشمال شويه، لو انا جبتها هنا كده هتبقى محمد، هيبقى محمد اسمه ايه، هتبقى محمد في النص، اي هنا في النص، هنا في الشمال، محمد كده في اليمين، تمام، هنا في النص. اللي فوق دي لو الخليه كبيره، بصوا الخليه محمد تحت، لو انا عملتها كده تبقى في النص، لو انا خليتها كده تبقى فوق، لو انا خليتها كده تبقى تحت، وهكذا. دي بتبقى شويه تعديلات كده بتبقى اسمها التنسيق او التنصيص، الكلام ده كده.
دي لو انت عايز تخلي الكتابه من الشمال لليمين، بس هي سيبها زي ما هي، يعني ما حدش بيقرب منها. الراب تكست دي، بصوا بقى يا جماعه الحته دي كده، الراب تكست لو مثلا ركزوا في اللي انا بقوله، بصوا مثلا انا اسمي، مثلا انا اسمي نسيت اقول لكم، انا اسمي محمد تحسين اهو، اهو تحسين. بصوا لو انا جيت بصوا تحسين دي تلاقيها مختفيه من هنا، فانا لو جيت دوست راب تكست، راب دي يعني بتخلي الكتابه تنزل تحتيها. الراب دي لو عارفين كلمه راب دي يعني تغليف، كانها بتغلف يعني بتخلي الكتابه تنزل تحتيها. فاهمين قصدي ولا لا؟ تمام. ايوه تقسم الكلام، يعني بتخلي الخانه بدل ما كانت طويله، يعني مثلا لو انا كتبت مثلا اهي الكتابه اهي فوق اهي، دي اسمها فورمولا بار. فورمولا بار دي اللي بيتكتب فيها المعادلات. بصوا لو انا كتبت محمد تحسين وكتبت كده كتابه كتير كتير كتير، دوست انتر، بصوا الكتابه كتير اهي فوق اهي في الفورمولا بار دي. لو انا دوست راب تكست، بص ايه اللي هيحصل، بص الكتابه نزلت قد ايه تحت، بتخلي الكتابه تنزل تحتيها تنزل تحتيها وهكذا. دي اسمها الراب تكست. تمام. طب لو انا عايزه الكتابه تبقى في مصفوفه واحده، يعني يبقى جنب بعض، صغر الفور في ايه؟ لو تخلوا الكتابه ايه؟ إن لو عايزه اخلي الكلمه جنب بعض، يعني الكلام جنب بعض اهو اهو، مش تدوس عليها مرتين اهي كده، هتلاقي الكتابه خدت وقتها كلها. يعني مثلا لو قعدت اكتب اهي كتابه كتابه محمد تحسين محمد تحسين كده كتير اهي، هتلاقي بصي لسه في كتابه، هروح دايس عليها بدوستين كده هتلاقي خدت المساحه بتاعتها. فاهمه قصدي؟ تمام. تمام. اهو دي الراب تكست. الميرج دي بقى، ميرج دي جميله قوي. الميرج دي لو مثلا بصوا يا جماعه، مش بتلاقوا مثلا في العروض مثلا يقول لك ايه عروض شهر كذا عروض شهر كذا، بيروح مثلا عامل ايه، يروح عامل دي كده معلم كده على كام واحده، شايفين كده، شايفين التعليمه دي يا جماعه، انا عملت سيلكت كده على كام خليه، شايفينها ولا ايه؟ الو زوم قطع اهو. بص انا هعمل سكرين، شير سكرين اهو اهو بورشن اهو. بص يا جماعه انتوا كده شايفيني كده صح؟ انا عملت دلوقتي سيلكتد اهو، عملت سيلكت اهو على شويه خلايا اهو، تمام كده؟ يعني عملت تحديد على كام خليه. تمام. واجي هنا عند كلمه ميرج واروح دايس عليها، الخلايا دي كلها بقت خليه واحده. لو تلاحظوا بقت خليه واحده اهي. لو انا كتبت مثلا كلمه عروض، يعني مثلا عروض كده اهي، معلش احنا دوسنا مش تبقى خليه واحده اهي على ميرج اهي. بصي اهي احنا عملنا اهو اهي، عملنا تحديد على كل الخلايا اهي. تمام تمام. وبعد كده دوست على كلمه ميرج اهي، ميرج. تمام. الو ايوه انت كده سامعيني صح؟ تمام. بصوا هنروح دايسين كده كلمة عروض، بصوا عروض اهي، عروض اهي، وهنروح عاملينها كده وهنطلعها دي فوق كده، وهنكبر الكلام، يعني هندوس مثلا على حرف الاي دي كتير اهي اي، ونخلي مثلا الكتابه مثلا بالخلفيه لون اصفر. واخدين بالكم يا جماعه، انا حددت اكتر من خليه كده ورحت اعملها. فاهمين ولا لا؟ اه فاهمين حضرتك. فاهمين قصد حضرتك. ده الميرج. تمام. بس خدوا بالكم الميرج بتبقى يعني خليه محمد اهي وجنبيها خليه فاضيه، لو انا جيت عملت لها ميرج هتيجي يا طب ثواني. تمام تمام كده يا جماعه. تمام. الميرج دي بقى، الميرج مش بتيجي، يعني لو محمد وجنبيها خليه فاضيه بتيجي الميرج. طب لو محمد بقى وجنبيها مثلا تحسين مثلا اهو، وجيت قلت له انا هعمل ميرج، بصوا بقى ركزوا كده في اللي انا بقول اهو، وادوس ميرج، قال لي خد بالك انت كده هتخلي واحده بس اللي هي بتبقى من الشمال، يعني ادوس اوكي هتخلي محمد، لكن تحسين اتلغت. فاهمين قصدي كده يا جماعه؟ اوكي. تمام. دي بقى الجنرال دي، بصوا بقى تعالوا بقى نمسح ده كده كله اهو، كلير اول. بصوا بقى الجنرال دي اللي هي بتبقى نوع الخليه انت عايزها ايه، يعني بصوا يا جماعه ركزوا كده،
الخليه دي بتتكتب جنرال. يعني ايه جنرال؟ يعني الخليه في العام. لو انا كتبت كده 10 هو هيقراها ان هي نمبر. لو كتبت مثلا محمد هو هيقراها ان هي تكست عادي او جنرال، يعني هو لسه بيقولها جنرال. تمام كده يا جماعه؟ جنرال دي اللي هي عامه يعني اللي هي عاديه. تمام. طب افرضوا سامعني؟ طب افرض انا عايز اخلي الرقم ده نسبه مئويه، فهاجي هنا ادوس على جنرال وهاجي ادوس هنا على كلمه برسنتج، ادوس كده قال لي دي كده 1000، لكن لو انا خليتها كده 10 هتبقى 10%. تمام كده تبقى خليتها 10%. لو انا عايز اشيل الصفرين اللي جنب دولت كده اروح دايس كده هنا كده كده بقت 10%. تمام. طب حد هنا يا جماعه بيشتغل على الاكسل؟ انا مشتغل على حاجات حسابيه. ايوه انا مشتغل من 5 سنين. بص هقول لك على فكره حلوه جدا، ركزوا كده يا جماعه. تيجي تكتب رقم 0 10 2 معرفش ايه كذا 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 ودوس انتر، الزيرو اللي على الشمال دي اتشالت. هل بتقابلك المشكله؟ بس من قريب عرفت الحل. بالظبط. كويس كويس. حد يا جماعه حد قبله المشكله دي؟ انا لما بيحذف لي الارقام بيحذف لي اول رقم، ده ببقى عارفه ايه الرقم اللي اتحذف. بس لما عايز اقول لحضرتك ان انا عانيت من ناس سنين. ايوه. طب استنى بقى، طب كويس والله، هقول بقى للناس بقى عليها. بص ما اعرفش انا. بصوا يا جماعه ركزوا كده في اللي انا بقوله. لما انت بتكتب رقم 010 مثلا، نكتب اول مثلا 010 او 012، ليه بيحذف الزيرو دي؟ حد عنده تفسير؟ تخيلي لانها صفر على الشمال ملهاش قيمه، هو بيحسبها كده يعني. صح صح. ايوه بالظبط، صفر على الشمال ملهاش قيمه. طب انا عايزها تظهر، انا عايز اظهر رقم ال 010 ده. اظهره ازاي؟ بصوا بقى يا جماعه، لما اجي اكتب 010 اخلي هو بيقرا ان الزيرو على الشمال ده ملوش اي قيمه، يعني ده فعلا حقيقي. عشان كده اخلي الخليه دي تكست. تكست يعني ايه؟ ان اللي هيتكتب في الخليه دي كانه نص. تمام. يعني لو انا كتبت 010 مش هتختفي، هيظهر 010. فاهمين قصدي؟ ممكن نعيدها تاني؟ نعيدها تاني. ماشي. بصوا يا جماعه، بص الخليه دي، بص الخلايا دي كلها بتتقري ان هي جنرال. جنرال يعني عامه، يعني انت مش محدد الخليه دي انت عايزها تاريخ ولا عايزها نسبه مئويه ولا عايزها رقم ولا عايزها كتابه ولا عايزها. بص يعني بص لو دوست هنا عليها، بص بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت عايزها، بيقول لك ايه؟ انت عايزها نمبر يعني كارقام، ولا عايزها كرنسي، كرنسي يعني اللي هي عملات، ولا عايزها اكاونتنج اللي هي بقى تقرا لك الكلام كانه محاسبي، اللي هي مثلا لو بالسالب يعمل لك ما بينها قوسين وحاجات زي كده، ولا عايزها شورت ديت ولونج ديت. شورت ديت اللي هو مثلا 13/4/2022، لونج ديت اللي هو ايه؟ يوم الاحد 13/4/2022 الساعه كذا. تايم لو انت عايز تقول له ان الرقم اللي انا هكتبه ده يتحول لوقت. برسنتج لو نسبه مئويه. فراكشن اللي هي ما اعرفش علامه عشريه وما اعرفش ايه، وساينتفك دي ما اعرفهاش برضو. هي تكست، وتكست دي لو انت هتكتب نص جواها. حد فاهم حاجه يا جماعه؟ يعني حد معايا من اللي انا قلته من اول ده للاخر؟ ايوه. يعني انتوا سامعين يعني؟ طب الحمد لله انتوا سامعين. فاهمين قصدي ايه؟ فهو الموضوع كله ان انت بتبقى مش محدد له انت هتكتب ايه في المعادله، او قصدي في الخليه. فاهمين؟ فايه بقى اللي هيحصل؟ تمام. الخليه هنا لو انت جيت دوست اصفار كتير، مثلا 1 2 3 اصفار مثلا، 1 ودوست انتر، الواحد بس اللي هيظهر. لان باللوجيك كده ان الاصفار على الشمال ملهاش لازمه. تمام. طب افرض انت عايز تقول له انا عايز اخليها اصفار، يعني انا عايز الاصفار دي تظهر، هتروح بقى عامل ايه؟ تروح جاي محدد على الخليه دي كده، وتروح جاي هنا وتقول له انا عايز اخلي الخليه دي تكست. تكست يعني ايه؟ يعني عايز اخليها نص، اللي اتكتب جواها يفضل نص حتى لو انا كتبت ارقام. فاهمين قصدي؟ يعني انا 1 3 4 4 اصفار 1 هيظهر لي الاربع اصفار 1. فاهمين قصدي؟ كويس. لو انا كتبت 4 اصفار تحت كده مش هتظهر، هتظهر 0 1، لان الصفر على الشمال ملوش لازمه. تمام كده يا جماعه؟ تمام. بص بقى، يعني انت مثلا كتبت مثلا وليكن 1000 جنيه مثلا، 1000 جنيه، فانت لو جيت وقفت عليها ودوست مثلا قلت له انا عايزها كرنسي، بص هيعمل لك ايه؟ 1000 دولار، هيعمل لك علامه الساين دولار.
فاهم قصدي؟ لو انت مثلا دوست مثلا عليها اللي هي شورت ديت هيقول لك ان ال1000 دي ما اعرفش 1902 يعني. طب لو انا كتبت 2000 مثلا ايه اللي هيحصل؟ 1905. طب دي كويس والله، يعني ايه ال1000 بتتحسب كده يعني، فاهمين قصدي يا جماعه؟ لو انا كتبت مثلا تايم هتبقى الساعه 12، طب لو انا كتبت مثلا 3000 4000 جنيه 4000 هتبقى الساعه 12 برضه. طب لو انا كتبت مثلا 11 ونص 11 و20 اي ام، فاهمين قصدي يا جماعه؟ الكلام يعني انت على حسب تحديدك للخليه انت عايزها ايه. طب انا كتبت مثلا انا عايز الخليه دي مثلا اكاونتنج، تصدق انا ما اعرفش اكاونتنج دي هتظهر ازاي، ما اعرفش دي 1000 يعني 2000 1100 اكاونتنج، الاكاونتنج بيخلي البتاع دي على الشمال شويه. طب لو انا كتبت 1000 اه بصوا في الاكاونتنج السالب بيتحول ما بين قوسين، في الحسابات بيبقى السالب ما بيتكتبش سالب، بيتكتب ما بين قوسين، فاهمين قصدي يا جماعه؟ متهيألي الاكاونتنج دي اللي هي بتخلي تفرط الرقم احاد وعشرات ومئات، يعني بتعمل له قناه. اه ماشي ماشي تمام، بس انا قصدي ان لو انا كتبت الرقم بالسالب بيتحط لي السالب، يعني لو مثلا في عجز مثلا بيظهر لك العجز ما بين قوسين، يعني لو في سالب بيظهر لك السالب ده ما بين قوسين، فاهمين قصدي؟ طب حضرتك لو انا عايز اكتب ال 1000 جنيه عايز اكتبها 1000 جنيه بس يعني خليها بقى في تكست ولا في جنرال عادي؟ الجنرال عادي، انت الخليه دي جنرال، اي خليه جنرال لو انا كتبت 1000 اهو عاديه هي بتظهر اهي. بدل الدولار دي مصر، الدولار مصري اهي، بتروحي دايسه هنا وتروحي شايفه الدولار دي وتقعدي تختاري اهو انجلش يونايتد ستيتس ما اعرفش. طب تعالي نشوف المصري ده اكاونتنج اهي. اعتقد موضوع العملات الكرنسي فيها تكون احسن صح، احسن من الاكاونتنج. والله انا مش فارقه معايا، انا كده كده ما استخدمتش الكرنسي دي قبل كده، بس ممكن بصي يعني بصي اهو شايفه دي كده، احنا مثلا نشوف مثلا عملات مثلا زي هنا مثلا اهي، ونشوف السيمبل دي، السيمبل دي اللي هي احنا عايزين عربك 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 ايجيبت 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 اي بي سي دي اي اف جي، لا احنا عايزين اي اف جي. هو احنا تبع ايه يا جماعه على موازين؟ ممكن حضرتك تجرب تكتبها بايدك في الخانه من فوق، بس اي جي بي ممكن نكتبها صح، اي جي بي اهي، اي جي بي اهي، ونروح دايسين اوكي ظهرت اي جي بي اهي 1000 اي جي بي كده خلاص. انا كان قصدي بقى كده حضرتك ايجيبشن باوند بس كده اهو ظهرت اهي، يعني قصدي انت بتقعد تحدد البتاع من هنا اهي، ودي الفصلات لو انت كتبت شايف الفصله دي، يعني مثلا كتبت مثلا ارقام كتير اصفار كتيره وانت مش عارف ده رقم ده كام، تروح تقيس عليها فصله تفصل لك. طب معلش حضرتك، حضرتك بتكتب مثلا الرقم وتروح عامله ديت مثلا او عامله انه يجي يظهر فلوس وكده فبيتحول، وانا مش عايزاه يتحول، يبقى انا بعمله جنرال عادي؟ هي جنرال اهي، الخليه دي جنرال اهي، لو انت كتبتي الرقم اهو بس زي ما هو يعني. اه هي بتتساب لوحدها، انت بقى عايزه تعدليها بتعدليها، فاهم قصدي؟ انت تمام كده يا جماعه، كده احنا وصلنا كده كويس يعني كده، انا مبسوط على فكره انتوا عمالين تتناقشوا يعني كده، احنا تمام كده يا جماعه تمام. نمسح بقى كل ده ونيجي بقى للجميله دي كونديشنال فورماتنج، انا بعشقها دي يا جماعه، دي عشق السنين، اسمها التنسيق الشرطي. بصوا بقى يا جماعه الموضوع ده هيعجبكم جدا جدا جدا. لو احنا مثلا كتبنا مثلا 10 20 30 40 اهو، وقعدنا مثلا ننزل كده وننزل كده تمام تمام كده يا جماعه تمام تمام. التنسيق الشرطي دي اختراع، اختراع بمعنى اختراع. بص بقول لك ايه، شايف الكلمه دي اسمها هايلايت، هايلايت دي يعني بيقول لك ان انت تقدر ان انت تقدر سامعيني كده يا جماعه؟ اه كده واضح كده كده، انت سامعيني صح؟ اه كده. بص التنسيق الشرطي دي اللي هو تيجي تقف على العمود ده كله، العمود كله تمام، ونيجي نقف على التنسيق الشرطي ده ندوس عليه كده، بيقول لي ايه هايلايت. الهايلايت ده يعني ايه؟ يعني اعمل هايلايت. حد يعرف يعني ايه هايلايت؟ حد عارف يعني ايه هايلايت؟ يعني ظلل او لون، ظلل بلون كده تمام. بص بقى شايفين بقى القائمه الطويله العريضه دي، يقول لك greater than less than between equal to text ما اعرفش ايه. greater than يعني ايه يا جماعه؟ يعني اعلى من، اكبر من، صح كده؟ ايوه
جريتر زين اكبر من ليس زين اصغر من حتى علامه الاكبر والاصغر اهي بين ما بين بيساوي تكست ذات كونتينز. عارفين يعني ايه تكست ذات كونتينز؟ يعني كلمه تحتوي على كذا. فاهمين؟ انت طبعا ممكن ما تكتبوش كله بس انا اقول لكم ده ايه. بصوا يا جماعه شايفين جريتر زين دي مثلا ممكن نقول له ايه دوست عليها جريتر زين بيقول لك ايه انت عايز تعمل جريتر زين اللي مثلا فوق ال 50 مثلا اقول له فوق ال 50 وادوس اوكي. بصوا علمني على كل اللي فوق ال 50 اهو 60 70 80 90 فاهمين قصدي. طب لو انا كتبت هنا 20 مش هيعلم. طب لو كتبت هنا 30 مش هيعلم. طب لو كتبت هنا 5 52 هيعلمها لي. شايفين علمني على احمر اهي فاهمين. طب لو قلت هنا مثلا 60 فاهمين يا جماعه قصدي اللي هي بتعمل الـ يعني الالوانات عليها. طب نشيل بقى نشيل دي كده تاني. طب نعملها مثلا لزان هايلايت لزان لزان مثلا 55 مثلا او مثلا لزان 80 تمام اهو. بصوا علمني اهي 70 60 50 ما اعرفش ايه وهنا كمان حتى كمان علمني على ده كله عشان كل ده اصفر عشان ده كل ده صفر قصدي ما هو الصفر اقل من 80 فبيعلمها لي باللون الاحمر. فاهمين كده يا جماعه ليه؟ الو مع حضرتك. ايوه تمام كده صح كده. انتوا بقى بتقعدوا بقى تلعبوا في الحاجات دي. بصوا بقى يا جماعه هنا بقى اللي انا بستخدمها في التنسيق الشرطي دي اللي هي الكلمه دي دوبليكيت. حد يعني عارف يعني ايه دوبليكيت؟ ايه قيمتين مثلا. دوبليكيت يعني متكرر يعني باخد حاجه باخد نسخ من الحاجه. لا 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 دوبليكيت يعني متكرر. اعمل لي هايلايت اعمل لي الوان على الحاجات اللي شبه بعض ولو دوست عليها بص ايه اللي يحصل. بص اهو ال20 شبه ال20 ال 30 شبه ال 30 ال 60 شبه ال 60 فاهمين قصدي؟ دي جامده جدا على فكره يا جماعه. ده الموضوع ده ده الموضوع ده مهم جدا. حلو انت معانا يا حسن ولا مش معانا؟ حسن انت معانا؟ ايوه مع حضرتك. ازيك يا حسن اخبارك ايه؟ اه مع حضرتك. بص يا حسن انت اكيد بتستخدم اكسل. الحمد لله تمام حضرتك. انت اكيد بتستخدم اكسل. اه انا بستخدم اكسل. اه الكلام بيجي لك متاخر. بص شوف الحته اللي جايه دي جدا. اتفرج 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 على الحته اللي جايه دي. اعمل ميوت عادي براحتك واتفرج على الحته اللي جايه دي عشان هتفيدك. بص هو في مشكله تقريبا نكشه مش عارف. مفيش مشكله مش عارف دي عند حد تاني. لا 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 مفيش مشكله. بص يا جماعه بص بصوا يا جماعه في اللقطه اللي جايه دي. اللقطه دي بتقول ايه؟ حد يبقى معايا كده انا عايز حد اتكلم معاه. ممكن حد يظهر لي كده اتكلم معاه. ماشي مع حضرتك. مع حضرتك. بص يا اسماء وبص يا ادهم. مع حضرتك. بصوا يا جماعه دلوقتي وليكن انت عندك مركز. مركز مثلا زي مركز رساله او جمعيه زي جمعيه رساله. فانا عايز اعرف مين الاشخاص اللي هم عندهم باد بيهيفير او اللي هم مثلا بلاك ليست. ممكن عن طريق الكونديشنال فورماتنج دي. بصوا من اسهل حاجه من اسهل الحاجات اللي ممكن تعملها وليكن مثلا محمد ادهم اسماء وهكذا. تمام كده يا جماعه. انا عامل تمام. انا عامل هنا ان الشاشه دي تبقى بلاك ليست. يعني محمد ده بلاك ليست بلاك هنا دولت كلهم بلاك ليست. تمام دي بتبقى داتا كده بلاك ليست. تمام فانا مثلا تمام. حد مثلا جاي اروح انا معلم ايه. بصوا ركزوا كده ركزوا كده في اللي انا بقوله. انا عملت الشيت ده انا عملت الشيت ده اسمه بلاك. انا هخليه مثلا اسمه بلاك ليست بلاك ليست. تمام والشيت ده انا هعلم عليه هقف هنا كده اقف على العمود كله وادوس دي هايلايت دوبليكيت فاليوز. تمام وفي مثلا شيت تاني مثلا بتاع كورس وليكن كورس الفرنش اللي هو مثلا ايه الناس اللي جايه تتعلم فرنش. تمام ممكن انا مثلا احمد روماني مينا الناس دي كلها واجي هنا في النص اكتب اسماء واكتب هنا مثلا ادهم واكتب مثلا في النص كمان مثلا ايه مدحت شيماء
فاهمين قصدي ايه؟ يعني اللي هي ايه الناس اللي داخله الكورس، صح كده؟ صح كده؟ تمام تمام واروح واخدهم كده كليك يمين اشوف الاول اتشيك عليهم، يعني اشوفهم هل الناس دي عليها مثلا بلاك ليست ولا اخدهم كده كليك يمين كوبي واروح جاي هنا في البلاك ليست واحطهم هنا كده بس اتشيك بس عليهم اهو. في نورت اهي، شفتوا؟ في ناس نورت اهي. النور ده في البلاك ليست، يعني الناس دي بلاك ليست، الناس دي كانت عامله مشاكل قبل كده فالناس دي مش هينفع. فنروح كده ماسحينها كده ونروح رايحين نروح شايلين ادهم واسماء كده كليك يمين ديليت كده. حد فاهم حاجه؟ تمام تمام حضرتك. يعني الموضوع ده حلو؟ اه تمام طبعا. الموضوع ده جامد جدا يا جماعه، انا مش بهزر والله. لسه لك هو الموضوع ده فعلا جامد جدا، انا اول مره اعرفه. بقول لك يا ادهم الموضوع ده، ما انا بقول لك يا ادهم بص اسمعني صدقني والله والله انا مش فعلا فعلا، انا بقول لك فعلا الصراحه الاكسل ده عشق عشق فعلا يا ادهم. انت كل ما هتتعمق فيه كل ما هتلاقي فيه حاجات هتخلي بص شعرك ده يقف والله من العظمه. انا كنت قابلت مهندس من حوالي شهرين اداني شيت عملته، قال لي بس انت كده يعتبر عملت كل حاجه في الاكسل، خش على الفيجوال بيزك اللي هي برمجه الاكسل اصلا اللي هي في بي اي. انا عارف بصوا يا جماعه بصراحه بص ربنا يكرمك ان شاء الله، انا بقولها لكم الاكسل ده اختراع. بصوا بقى البلاك ليست دي بقى دي حاجه على فكره دي حاجه بسيطه جدا يعني، بس فكروني لما اجي اشرح لكم المحاضره الجايه فكروني بحاجه اسمها البلاك ليست، قولوا لي كده بلاك ليست عشان لما نيجي نشتغل معادلات البلاك ليست دي تفرق معاكم قوي. خلاص كده يا جماعه ماشي تمام. هنمسح بقى الشيت ده كده اهو وهنظهر هنا تمام كده يا جماعه. ده كده الكونديشنال فورماتنج. الكونديشنال فورماتنج دي بقى فيها اختراعات بقى يعني توب وباتم الوانات واكبر منه واصغر منه. يعني مثلا ادهم واسماء ومحمد واحمد ومصطفى ومحسن. حد عايز يقول اسمه ولا حاجه دخله معانا ولا ايه؟ علاء مثلا. مين تاني في حد معانا؟ يحيى عبد الرحمن. يحيى كده عبد الرحمن، بس عبد الرحمن طويل قوي. عبد الرحمن يعني عبد الرحمن انا عايز اسمي طويل سريع عبد الرحمن. مينا كده يعني فاهم. سهى كده. بصوا بقى يا جماعه مثلا ده مثلا 20 50 10 70 40 كده، وهنعمل دول كده ونعملهم كده تمام. طب كده يا جماعه بصوا لما اجي اقفل ممكن اجي هنا واجيب بوتوم بيقول لك مثلا ايه توب 10 توب 10 توب 10 يعني اللي هم ايه اعلى 10. انا ممكن بقى لا اقول له لا انا عايز اعلى 5 وادوس اوكي. يعني اعلى 5 هو 70 68 74 80 86. طب لو انا جبت كتبت هنا مثلا 90 هيعلمها لي اهو. بصوا لو تلاحظوا خدت بالكم من دي ال 68 كانت من ضمن الخمسه، لما انا كتبت 90 ال 68 ما نورتش. حد فاهم حاجه ولا ايه؟ ايوه تمام ايوه لان هو اختار اول خمس على خمسه البدايه فتشال واحده. اه بالظبط يا جماعه. بصوا يا جماعه افتكروا الكلام ده كويس. الايقونه دي بنت لذينه. اي كونديشنال فورماتنج دي انتوا هتخترعوا فيها اختراعات. يعني مثلا ممكن دي مثلا يروح عامل لك مثلا تقول له هنا بصوا دي كده مثلا التوب مثلا الداتا بارز دي ايكونز دي مثلا دي بصوا يعني بيقول لك دولت اعلى حاجه. الاخضر ده بيبقى اعلى حاجه، اللي بيلعب بلاي ستيشن هيعرف ان الاخضر ده بيبقى اعلى حاجه. الاصفر ده النص، الاحمر ده القليل زي علامات اشاره المرور. فاهمين قصدي؟ فاهمين. بس دي اختراعات بقى تمام. والانسرت الانسرت دي بقى الفورمات دي بصراحه دي ما حدش بيستخدمها كتير بصراحه مش هكذب عليكم. انت تخلي الخليه بصوا الخليه بتبقى عامله زي بصوا. ممكن سؤال من فضلك؟ اتفضلي. يعني هو انا شايفه ان القيم بتاعه الارقام لما حضرتك التسلسل كمل التسلسل مختلف، هل ده بناء على الكم خليه اللي في البدايه اللي احنا حطيناهم عشان الارقام أيوة مختلفه؟ لا جدع مين اللي بيتكلم؟ اسماء ولا مين؟ جدع اسماء. أيوة السؤال ده حلو جدا على فكره جدع. بصوا لما انا اكتب هنا واحد وهنا اثنين وهنا ثلاثه تمام، واروح معلم عليهم كده واروح ساحب، شايفين يا جماعه في علامه هيديني التسلسل الطبيعي للارقام. بالظبط. واسحبها كده لتحت ايه اللي هيحصل؟ 5 6 7 8 9 كانت 20 و50 و60 و10. لما اجي اعمل كده واسحبها لتحت كده شويه هيظهر لي يعني هي بتنزل
20 نزلت 50 نزلت ل 10 فبتنزل. عارفين 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 حوار السيكونس او عارفين حوار التسلسل اللي بيحصل؟ هو ده التسلسل بالظبط. جدع على فكره حلو السؤال ده يا اسماء. الو شكرا لحضرتك. ماشي ايوه مع حضرتك شكرا. تمام كده يا جماعه. بصوا تمام. هنا هنا بقى لما بتيجوا جدع يا جماعه بالله عليكم خليكم كده لمحين كده زي اسماء كده الموضوع فعلا فيه تلميح حلو. جدع بصوا لما اجي اعمل دي كده دي بقى الفورمات تيبل دي ممكن تعمل التيبل بالمنظر ده كده يقول لك اوكي. بصوا يا جماعه بصراحه يعني دي مش 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 قويه يعني مش مش قوي. دي مثلا تغير الخلايا يعني انا بستخدمها في الشغل فكره كويس ما بصراحه يعني فيها شهور مثلا كل شهر بشكل مختلف. بصوا مختلف اسمعيني كويس اخر محاضره خالص اخر محاضره في المحاضرات دي هقول لك ازاي تعملي تقرير محترف تقرير بروفيشنال. فاهم قصدي؟ ما انا ممكن اخلي التقرير بصي على فكره في ناس بتعمل الوانات غريبه يعني ممكن تخلي في ناس مثلا بتعمل هنا موف الموف ده كده وتخلي هنا مثلا بتعمله ده مش ده بصراحه مش هكذب عليكي ده مش تقرير احترافي. فاهم قصدي؟ فاهمه يعني مش بيبقى تقرير احترافي يعني مثلا ايه ممكن تيجي هنا تختاري نختار مثلا الوانات دي او نختار مثلا شيك دي او دي او دي ماشي تمام مفيش مشكله هي الوانات موجوده عشان هو بيقول لك بيحاول يسهلها لكن انت تقرير احترافي هيبقى بشكل مختلف شويه هبقى اوريه لك ان شاء الله. البيفت تيبل نعم عن طريق البيفت تيبل يعني البيفت تيبل كمان هي حته ان انت ازاي تنسق الريبورت تظهره بشكل مختلف. فاهم قصدي شكل محترف كمان. طيب يعني حضرتك هتخلينا في اخر الكورس نشتغل على مشروع مثلا نعمله ولا حاجه؟ بصراحه والله انا ما عنديش الاوبشن ده يعني ما عنديش اللي انا ادي للناس هوم ورك ويا جماعه اعملوا او اعمل لا انا بصراحه عندكم مشاكل طلعوها لي يعني اي حد يا جماعه عنده مشاكل قولوها لي وانا احلها احلها معاكم. فاهمين قصدي ايه؟ ماشي تمام حاضر. يعني ممكن حاجه بسيطه على سبيل التطبيق بس اللي هو مثلا شيت حضرتك ممكن تعمله بسيط جدا على حسب الحاجات اللي احنا خدناها وصوره لي واعمله مثلا الشيت ده احنا نحاول نطبقه اللي فيه مشكله يقول لحضرتك. ايوه بالظبط كده والله يعني مجرد حاجه بسيطه. بص مش هكذب عليك والله يا ادم انا بصراحه يعني ما بعرفش ادي للناس هوم ورك. انا بشرح لك وانت عايز تطبق طبق في اي حاجه ممكن ابعت لك الشيت ده انا شغال عليه على فكره ممكن تشتغل بقى عليه بس انا لسه الشيت ده لسه انا ما اشتغلتش على حاجه دي كلام انا بكتبه ممكن من المحاضره الجايه عندي شيت تاني بشتغل عليه هبعته لكم وانتوا تطبقوا عليه اعملوا زيه مثلا. بالظبط هبعت لكم الشيت ده فاضي وانتوا يعني تلعبوا عليه براحتكم يعني. تمام بصوا بقى كده يا جماعه بقى اللقطه اللي جايه دي دي الانسرت. بصوا السيلز بقى الحته دي اللي هي انسرت وديليت وفورمات. بصوا انا بصراحه ما اعتقدش ان حد بيجي يشتغل على الحته دي خالص. بص لو دلوقتي انا كتبت محمد وادهم بس انا عايز اكتب ما بينهم كده مثلا مصطفى مثلا بروح هنا جاي هنا في العمود ده في الصف ده كده وضوح ديسك كليك يمين وفي كلمه اسمها انسرت. انسرت يعني انسرت يعني ايه انسرت اللي هي يعني انشاء لا مش انشاء انشاء يعني كرييت انشاء ادراج ايوه بالظبط بالعربي ايوه انت تلاقيكي شغاله بالعربي مين اللي قالت ادراج لا انا شغاله بالانجلش برضه بس انا عارفاها جدع هو ادراج فدا جدع صح انسرشن يعني ادراج اهي بصوا اهي فتحت لي صف جديد فاهمين قصدي واقدر اكتب فيه اللي انا عايزه فاهمين. طب لو انا عايز اشيل الصف ده اروح دايس كليك يمين عليه كده واروح دايس ديليت. طب لو انا مثلا عايز اضيف هنا كلام اكتر يعني افصل العمود ده عن العمود ده اروح دايس كليك هنا يمين انسرت فصل العمود ده. فاهمين قصدي؟ وبرده محمد هو في اختصار باللي هو كنترول وزائد او ناقص. بص بصراحه مش هكذب عليك يا يحيى انا في الاختصارات ميح انا بشتغل كله انا صوابعي بتقف من كتر شغلي على الماوس يعني انا ما ماليش في الاختصارات خالص بصراحه الاختصارات مش كيبورد فاهمين. فهي يا جماعه اهي ودي جي ندوس عليها كليك يمين ديليت هيمسح لي العمود ده خلاص كده يا جماعه تمام كده تمام ماشي. دي بقى الحته اللي هي اسمها ايديتنج واوتو صم والكلام ده وكلير. بص كلير دي كلير اللي انا باجي اعمل هنا كده وادوس كلير اول كده انا مسحت الداتا دي خالص. مثلا فيل دي ما حدش بيستخدمها بس انا اقول لكم دي بتاعت ايه بعدين يعني. اوتو صم دي بتاعت الجمع والطرح ودي برده لسه يعني خلاص. فايند
فايند دي اللي انا بدور مثلا على حاجه اسمها مثلا طب انا عايز الاقي محمد، محمد ده مثلا ام او اتش اي ام اي دي، او ادوس فايند اول ظهر لي محمد اهو، بيقول لي كمان محمد اهو موجود في الخليه دي، الخليه اللي هي ايه دي 1 اهي دي 1 بتتنطق الاول العمود بعد كده الخليه، فاهمين قصدي؟ بعد كده رقم الصف تمام؟ تمام بس كده. هنيجي بقى دلوقتي لسؤال الحلقه، هنبتدي هتشتغلوا وهتعملوا اول معادله في حياتكم، اللي ما اشتغلش على الاكسل خالص هيعمل اول معادله في حياته. من اشهر، بصوا يا جماعه اللي انا قلته ده كوم واللي جاي ده كوم تاني، المعادلات، المعادلات دي اساسا اساس الاكسل خلاص. تمام كده يا جماعه، مين اللي ما اشتغلش على الاكسل؟ في حد كان قال لي هو ما اشتغلش على الاكسل؟ انا بشتغل على الاكسل بس تشغيل داتا مش معادلات حسابيه. انا حضرتك ما اشتغلتش على الاكسل في حياتي خالص. جات لك الفرصه يا محظوظ، جات لك الفرصه. انا برضه ما اشتغلتش عليه قبل كده. بس كده اللي ما اشتغلش يطلع لي فوق يا جماعه بعد اذنكم، يعني اللي اشتغل يرجع لورا شويه بعد اذنكم، طبعا ده احترام يعني مش اكتر. بصوا يا جماعه، في كده في لغه البرمجه يقول لك ايه كتابه اول كود في حياتك، يعني انا كنت بتعلم لغه اسمها بايثون، بيقول لك كتابه اول كود في حياتك، اول كود في حياتك اللي هو ايه؟ هتكتبي معادله معايا في الاكسل. تمام كده يا ستي؟ تمام ماشي. مين بقى معايا تاني ما بيكتبش؟ عبد الرحمن. انا حضرتك انا معاك. عبد الرحمن وناديه وريهام هم دولت اللي معانا. تمام كده يا جماعه ماشي. انا مع حضرتك. بصوا يا جماعه دلوقتي انا عايز اجمع 5 زائد 10 بس كده، مش عايز اعمل حاجه، اروح دايس يساوي في المعادلات يا جماعه، في المعادلات اي حاجه في المعادله بتبتدي بيساوي او زائد او ناقص، بس هي من افضل يساوي، دوس كلمه يساوي خلاص، دوسنا كلمه يساوي اهو بالصلاه على النبي، ونكتب 5 زائد 10. هل كده الكلام واضح ولا مش واضح؟ واضح. هندوس انتر هتطلع لي 15. مظبوط طلعت لي كده تمام زي الفل قوي. طب دلوقتي انا عايز اعدل الخمسة والعشرة دي كتير، يعني انا مش ما هي 5 و10 كده مقفوله، فعشان اعدلها لازم افتح الخليه وادوس عليها مرتين واروح مغيرها 10 زائد 10 هيبقى 20 صح كده؟ ايوه مظبوط. الموضوع يا ناديه مستفز، الموضوع ان انت تعدلي كل شويه مستفز. فنعمل بقى ايه يا ستي؟ بصي بقى هنروح عاملين حاجه حلوه قوي، هنكتب مثلا هنا ال10 وهنا ال5 تمام كده؟ تمام يا جماعه. وهنيجي انا عايز الناتج في الخليه دي، انا عايز الناتج هنا او الناتج هنا، انا عايز الناتج هنا تمام. الناتج هنخليه كده باللون الاصفر كده الجميل، وهنخلي الكتابه هنا هتبقى باللون الاسود، وهنخليه بولد عشان لما يطلع الناتج يبقى شكله حلو. خلاص كده يا ستي؟ خلاص كده يا عبد الرحمن تمام. حضرتك انا بطبق معاك. عاملين لقطه حلوه قوي، هنروح جايين هنا ونروح قايلين يساوي، هنقول له بقى ايه؟ احنا عايزين الخليه دي زائد الخليه دي. هل كده الكلام واضح؟ تمام. هل الكلام واضح؟ بس انت دوست على حاجه قبليها ولا هي ندوس من الاول تاني؟ ندوس يساوي قالك قيم، ما هو كتب لي يساوي بس. بصوا يا جماعه ركزوا في اللي انا بقوله، اللي انا عملته في الاول كان اسمها فاليو القيمه 10 زائد 5، دلوقتي انا بجمع خليه زائد خليه، فاهمين قصدي؟ تمام. اسم الخليه نفسها صح؟ ايوه اسم الخليه، انا ماليش دعوه باللي جوه الخليه، انا ليه دعوه باسم الخليه، فاهمين قصدي؟ طب حضرتك اشبكهم ازاي مع بقى؟ ما هتشوف. هتشوف دلوقتي. بص هندوس يساوي، اي معادله في الدنيا بتبتدي بيساوي، هنقف على الخليه دي هندوس عليها بس كده، هندوس على الخليه بس كده، هتبقى اسمها جي 3 اهي، جي العمود اسمه جي والصف اسمه 3 تمام كده. وهنروح عاملين علامه الزائد، حد يعرف علامه الزائد دي؟ ايوه اهي علامه الزائد اهي خلاص، ونروح دايسين على 5 اللي هي ال H3 اللي هي H3 تمام كده، ونروح دايسين انتر، هيطلع لك الرقم كام؟ 15. طب لو انا عدلت هنا وخليتها 20 ايه اللي هيحصل يا ناديه؟ هو 20 هو ده كده رقم احنا عايزين نجمعه يبقى لا مش هيعمل لحظه لا 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 اعمل حاجه لازم اعمل يساوي الاول لا 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 بص يا ستي لو انا كتبت هنا 20 ودوست انتر هتبقى 25 اهي النتيجه اهي تمام الشرع تعدل ل 25 طب لو انا خليتها بتتعدل تلقائي يعني بالظبط لو انا خليتها 50 هتبقى 55 على فكره الموضوع ده حلو قوي على فكره يا ناديه جميل تمام يعني بصوا يا جماعه ركزوا انت بتجمع خليه زائد خليه
مش رقم زائد رقم، فاهمين قصدي؟ ايوه. الخليه دي ممكن يتكتب جوه الخليه دي مليون رقم، فاهمين؟ لكن فاهمين قصدي ولا لا؟ ايوه تمام. خليه زائد خليه هيطلع لك الخليه دي بقى اللي جواها ماليش علاقه، انا بجمع خليه زائد خليه، فاهمين قصدي؟ طب لو انا كتبت هنا مثلا، انا كل شويه عمال اعدل هنا، طب لو انا عدلت هنا مثلا خليتها 40 هتبقى على فكره بقى يا جماعه، دي بقى فايده الاكسل عن الدفاتر اليوميه او الورق. الورق لو انا عايز اعدل حاجه لازم اشطب واغير، فاهمين قصدي ايه؟ لكن في الاكسل انا بعدل بس، والنتيجه بتسمع في الاخر اهي، فاهمين؟ فاهمين. تمام. طب احنا عايزين نطرح، يبقى الزايد بالظبط، هنشيل علامه الزائد دي كده، هندوس هنشيل علامه الزائد وهنخليها ناقص بس كده، هندوس انتر بس كده. بس طب لو خليناها 30 هتبقى 20 اهي. طب واحنا الاول وبعد كده كتبنا اللي يساوي بعد كده التحديد بتاع الخليه. انا بس بدوس على الخليه بس يا ريهام، بدوس على الخليه بس ما بعملش حاجه تاني. بصي هنعيدها من تمام. بص انا مسحها اهي، خليكي معايا انت يا ريهام وقولي لي. خلاص هندوس يساوي واروح بس بالماوس اقف على الخليه، بس اقف على رقم 50 بس، ادوس عليه بس مره واحده. ايوه ظهر لي تمام. علامه الجي 3 اللي هي العلامه اللي هي بتاعه الخليه، جي و3 اهي اللي هو الصف تمام، زائد اهو، واروح دايس على اتش 3 ادوس انتر، خلاص خلصت 80. ايوه لو عايز اضرب كده. اروح مثلا جاي هنا واشيل علامه الزائد واعمل الضرب. عارفين يا جماعه علامه الضرب اللي هي الاسترك اللي هي اللي هي اللي هي دي اللي هي علامه النجمه. ايوه وادوس انتر اهي بقت 1500. طب لو عايز اقسم اروح شايل العلامه دي كده واروح اعمل علامه اللي هي السلاش، السلاش اهي. لا انا عايز اعمل معادله مركبه يعني. لا انت كده انت كده انت كده طماعه بقى، انت كده طماعه بقى كده. طب معادله مركبه زي ايه مثلا؟ قولي لي كده. يعني 50 زائد 30 ونقصنا منهم حاجه. اه حلوه دي. اه انا كنت فاكرك طماعه بقى ان انت عايزه تدخلي حاجات في حاجات. ماشي يا ستي، تعالي نسحب دي كده خليها كده بعيد كده شويه. تعالي تعالى مثلا نقول ايه. بص يا جماعه هقول لكم على حاجه كويسه، هقول مثلا ان ال 50 ده المباع، تعالوا كده نقول المباع تمام، وال 30 ده المرتجع، المرتجع كده اهو، ودي مثلا الكوميشن اللي هي العموله تمام كده يا جماعه، الكلام هيبقى كده واضح خلاص كده. هنقول له مثلا ايه، بصوا يا جماعه هنروح قايلين له ايه، هنقول له ده اللي هي الخليه دي زائد الخليه دي، صح ولا غلط؟ لا هنخلي المباع زائد العموله. ماشي. او مثلا نخلي مثلا العموله دي نخليها ايه مثلا، نخليها ما نحط قيمه العموله الاول لا اللي هو 105%. لا 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 ركزوا ركزوا يا جماعه معلش، احنا عايزين نخلي حاجه تتجمع مع المباع مثلا، يعني مثلا اضافي مثلا، اضافي اضافي حاجه اضافيه خلاص. اه هنقول له مثلا ايه، هنقول له بيساوي المباع ده، هنروح دايسين عليه على الخليه بس كده، هنقول ده زائد زائد الخليه دي برضو، صح كده؟ انتوا معايا يا جماعه ولا واقعين؟ اه معايا بتاعت الاضافه. تمام تمام. ناقص ناقص المرتجع، ما هو المرتجع ده ارتجاع يعني عجز، صح ولا غلط؟ صح اهو، وندوس انتر، يبقى 50 ناقص 30 20، صح كده؟ صح. عشان الاضافي زيرو، زيرو مفيش حاجه. طب لو انا خليت الاضافه دي 10 هتبقى 30. 50 ناقص 30 هتبقى 20 زائد ال 10 هتبقى 30، صح ولا غلط؟ صح. عايزه نزودها اكتر من كده ولا ايه؟ ماشي ممكن. اه زودوا انتوا، انتوا قولوا لي، انتوا قولوا لي نزود ايه تاني؟ اي حاجه مش عارف. طب انا اقول لكم الخصومات مثلا، ما انا عايزه اعمل العموله مثلا، احسب العموله لو كذا من ارقام واحسبها ازاي؟ لا قولي لي كده تاني، وضحي لي الفكره. يعني انا مثلا هعمل خصم مثلا 10% 20% من الرقم ده، من الرقم اللي السعر اللي انا هبيع بيه. يعني فهميني اكتر، يعني قولي لي على المثال اللي انا اللي انا شغال عليه دلوقتي ده. يعني انا مثلا عندي منتج وهبيعه مثلا ب 1000 وهعمل عليه خصم 10%، ايه ازاي؟ ماشي نكتب هنا المنتج، المنتج
وهنا خصم خصم. تمام كده يا جماعه؟ تمام. هنكتب 10%، بس لما هاجي اكتب 10% مش هتبقى 10%، دي كده اسمها 10. لازم اعمل عند الجنرال اغيرها صح؟ بالجدع صح جدع جنرال، ونيجي نكتب برسنتج اهي، بس هنكتب هنا 10 تاني. كده بقت 10%، كده بقت اسمها 10%. تمام تمام. وهنكتب المنتج هنا 1000 صح ولا غلط؟ صح صح. وهنيجي هنا هنقول مثلا ايه، انا عايز الناتج في الخليه دي، انا عايز الناتج هنا. تمام. هنروح يساوي يساوي، وهنكتب 1000 1000 في صح كده ولا ايه؟ في اه في 10% اللي هو يعني ال1000 في ال10% دي، وندوس اوكي هيطلع لي 900، هيطلع لي قصدي 100 جنيه. هيطلع 100 جنيه دي قيمه الخصم اللي هو دي قيمه الخصم صح كده صح. ركزي بقى، انا عايزه ده قيمه الخصم، وانا عايزه بقى اعمل خانه ثانيه يرجع يجي لي فيها المكسب المبلغ بس كده صح. المبلغ الاجمالي الاجمالي صح كده صح كده، يبقى اللي هو بعد الخصم يبقى بتساوي ده ناقص ده صح ولا غلط؟ صح. يبقى هتبقى معادله ثانيه بقى قصدك اهي كده اهي بالظبط. لا انا كنت قصدي اعملها كلها في معادله واحده تنفع. تنفع. ده انت كده طماعه. ايه يا جماعه في ايه، هو انتوا مالكم النهارده في ايه؟ لا اله الا الله. بص يا ستي هنعمل كده اهو، مش ده كده اجمالي الخصم صح ولا غلط؟ طيب بس لا لا ركز ركز، احنا هنفتحها من الخصم، احنا هنعمل خانه رابعه. تمام 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 زي الفل زي الفل، خليكي معانا. بص هتبقى ايه ال1000 دي اللي هي اللي هي ال1000 في القيمه الخصم ده صح كده، وهنقفلهم بقوسين. ركزي عارفه القوس ده فين، اللي هو شيفت 9 وشيفت 0 اهو، قوس اهو ثاني نخليهم كده اهو، هنخليهم جوه قوسين اهو، هنخليهم جوه قوسين اهو. تمام. وقبليها هنخليها ده ناقص الخصم، هيطلع لي 900 جنيه. فاهمين اهي المعادله اهي فوق اهي يا جماعه. انت عملتها كده في معادله واحده، انا كنت قصده بقى كمان ان احنا كنا نعمل كنت فاكره ان احنا هنعمل كمان واحده ونسميها المبلغ بعد الخصم. لا يا ستي اهو كده اهو الاجمالي. انت عملتها بخطوه واحده دي كده اجمالي اهي، اسمها الاجمالي بس كده. حد فاهم حاجه يا جماعه؟ انا متاكد ان في حد مش فاهم لان الموضوع كان فيه تعقيد. تمام. انت مش فاهم صح؟ لا تمام حاضر. يا جماعه في حد اكيد مش فاهم، انا متاكد الموضوع فيه تعقيد والله. مش فاهمه اللي هو المعادله لما اتعملت كلها مره واحده. أيوة كنت فاهم اهو، اصل انا متاكد ان في حد عطل في النص. انا متاكد ان في حد عطل. تمام. تعالوا كده يا جماعه نشرحها مانيوال. المفروض ان دي 1000 جنيه صح كده؟ ثواني. تمام تمام حاضر. تمام. بصوا يا جماعه تعالوا كده نبتدي نشرحها مانيوال. تمام. الو تمام مع حضرتك يا فندم. كانت مين اللي بيكلمني؟ كانت رانيا. لا اللي كانت بتقولك مش كانت اسمها رنا. رنا انا صح كده. بص يا ستي انت كنت بتقولي ايه، احنا هنشرحها مانيوال كده يا جماعه، ركزوا كده معايا في اللقطه. طيب لكن مره واحده ما فهمتهاش. بصوا يا جماعه المفروض ان احنا بنقول ايه، ال1000 دي هتتضرب. بصوا احنا بنقولها هي كده، ال1000 في دي اللي هي ايه بقى، بتبقى هنا بتتكتب كده اهي، في ال 10% صح كده صح كده ولا غلط؟ لما في 10% هيطلع لي 100 جنيه صح ولا غلط؟ لو انت حسبتيها على الاله، لو انت قلتي خصم 10% من ال 1000 جنيه هتبقى 100 جنيه صح كده؟ مظبوط. تمام. احنا رحنا عاملينها قفلناهم ما بين قوسين، يعني انا قلت ايه؟ قلت الفكره ان ال 1000 في 10% صح كده؟ كده احنا لحد الان ما فيش اي مشكله صح؟ وهنروح جايبين هنا في الاول خالص نكتب ال 1000 جنيه اهي ناقص اللي طالع. بصوا بقى يا جماعه الفكره في دي بقى ايه، ان انت بتقول ال 1000 جنيه ناقص 1000 في 10%، عايز قيمه ال 10%. 1000 في 10% هيطلع لي ب 100 جنيه، وال 1000 ناقص ال 100 جنيه هيطلع لي 900 جنيه. فاهم حاجه يا رانيا؟ تمام كده. انت فهمتي المعادله اهي، المعادله اهي 1000 في 10% هيطلع لي 900 جنيه. تمام. هيطلع لك قصدي 100 جنيه. تمام. وبعد كده لما نطرح ال1000 ناقص ال100 جنيه هيطلع لي 900 جنيه صح ولا غلط؟ تمام كده. دي المعادله عشان تبقى مخلياها كده عندك اهي، المعادله هي اللي احنا كتبناها دلوقتي
طب لو انا خليت الخصم ده مثلا 20% هيبقى 800 جنيه وهكذا. طب لو انا خليت دي مثلا 2000 جنيه هيبقى 1600 جنيه وهكذا بقى، كل شويه المعادله عماله تكبر. فاهمين قصدي؟ تمام. حد تاني عنده اي حاجه معقده شويه عايز يطلعها علينا ولا ايه؟ حد تاني عنده مشاكل؟ يا جماعه ما ينفعش، مش ناديه هي الوحيده المعقده معانا هنا، اكيد في ناس معقده زيها. هو في نقطه كده بس هي مش نفس النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها، اللي انا بقى عايز اعدل او اظبط السيستم بتاع الاكسل، اللي انا ما اعمل يناير تنزل لي فبراير ومارس وابريل وبقيت الشهور تنزل مره واحده يعني. بالظبط. اه ما هي دي زي اللي عملناه تسلسل. لو احنا كتبنا هنا جان، بص جان فيب صح كده، مش هي اسمها يناير فبراير صح كده؟ بالظبط. وعلمنا عليهم كده وبعد كده رحنا ساحبين صح تحت كده اهي، جان فيب مارش ابريل ماي جون جولاي اوجست سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر وهكذا. على فكره انا حافظهم على فكره، زي ساتردي ساندي موندي. يعني على فكره خد بالك انا شاطر جدا في الانجليش، واي هاف تو ايز اند اي كان سي. نعم. يعني اللي انا بفهم في انجليش كويس ما تقلقش. يعني انا خد بالك انا واخد الانجليش في الكونسرفاتوار، اسمه الكونسرفاتوار صح ده؟ اه ده بتاع الموسيقى صح. بصوا يا جماعه دلوقتي استاذ نادي على فكره صح، انا معقد زيك على فكره، انا بعشق التعقيد في الاكسل على فكره خدي بالك. دلوقتي بقى احنا قلنا ايه الجمع دي يا جماعه صح، ان انا بس عايز اقول لكم الجمع اللي هي علامه الجمع دي زائد دي اسمها سم. اهي بصوا يا جماعه علامه ال ثواني الزائد دي اسمها سم تمام، الماينس اسمها اهي الماينس اسمها ماينس. العلى اسمها ديفايدد ديفايد تمام. الاستريك اسمها مالتيبلاي تمام، مالتيبلاي خلاص تمام كده. ده كده يا جماعه ده اللي احنا شرحناه النهارده في المعادلات، زائد ناقص على في. اللي قالته النهارده ناديه ده كانت حاجات محاسبيه، دي حاجات رياضه يا جماعه لو انتوا فاكرينها، دي رياضه على فكره عاديه خالص، يعني دي افكار رياضه، دي مش افكار، دي ما فيهاش حاجه في الاكسل خلاص. تمام. تعالوا بقى نجمع بقى حاجه حلوه جدا جدا يا ناديه بصراحه، على قلبي زي العسل بصراحه. انا هجمع لكم حاجه اسمها كاونت. كاونت دي العد، يعني مثلا دولك كام واحد، عدهم كام واحد وهكذا. تمام. تعالوا بقى نمسح كل اللي احنا كتبناه ده كله كده، هنديليت اهو، وهنيجي نعمل ده كله ده ديليت كلير، قصدي اهي كلير. تمام. انا بس خلي دي بس على جنب كده عشان تبقى دي ايه، دي اللي احنا ايه كتبناها النهارده. خلاص كده يا جماعه، الله اكبر الله. بصوا بقى يا جماعه، الو ايوه مع حضرتك الاذان بس ابتدى يظهر، فالله اكبر الله اكبر. بصوا يا جماعه دلوقتي الكاونت، كاونت يعني ايه؟ يعني العد، العد. لو دوست هنا قلت تساوي كاونت ايه، كاونت ايه اهي اسمها. بصوا يا جماعه صح، لما انتوا بتدوسوا كلمه يساوي، لو انتوا معايا كلكم دوسنا كلمه يساوي وكتبنا سي او ان سي او يو هتظهر لنا ارقام كده كتير اهي. حد جربها دلوقتي في الاكسل؟ اه تمام. لو كتبت سي او يو هتبتدي تظهر حاجات في الاكسل، بدايه معادلات. بالظبط كده، بالظبط كده. انتوا ضغطتوا بالغويط يا جماعه على فكره، خدوا بالكم. اه حضرتك ظهرت. اه خدوا بالكم، انتوا كده مفيش رجعه تاني، يعني اللي راح في الغويط خلاص بقى كده خلاص. بص لما تدوسوا كلمه كاونت سي او يو، في كاونت وفي كاونت اي، خليك في كاونت اي لان كاونت دي بتجمع ارقام بس، خليك في كاونت اي خلاص. هندوس على كلمه كاونت اي، ندوس عليها مرتين اهي ظهرت لنا المعادله اهي. حد داس عليها مرتين وظهرت؟ تمام. بيقول لك الفاليو 1، بيقول لك انت عايز تعد ايه؟ هقول له انا عايز اعد الناس دي كلها. قال لي عدد الناس دي كلها 11. سامعني ولا لا؟ يعني حضرتك معلش ممكن تعدها تاني؟ 5 6 7 8 9 10 11 تمام؟
طب لو انا مسحت واحد من هنا مثلا احمد ده هتبقى 10. فاهمين قصدي؟ تمام كده احنا كده ايه الموضوع كده واضح اهو خلاص. دي اسمها كاونت. كاونت اسمها كاونت ايه مش كاونت بس اسمها كاونت ايه لان كاونت بس يا جماعه بصوا اقول لكم على حاجه في حاجه اسمها كاونت اهي كاونت اي لو انا كده علمت عليهم كلهم عارفين هيجيب لي ايه؟ زيرو لان كاونت بس بتعد ارقام مش بتعد اسامي مش بتعد تكست. يعني لو انا جبت هنا ودوست يساوي كاونت تمام اهي دوست عليها مرتين اهي وعلمت على دولت هيجيب لي هيقول لي دولت 11 لان هو بيعد الارقام بس. فاهمين قصدي ولا لا؟ فخلينا في كاونت ايه. فاهمين ولا لا؟ تمام. اسمها كاونت ايه. بص اسمها كاونت ايه دي بتعد الارقام والاسامي وكل حاجه وكل حاجه كده. الكلام بقى واضح؟ ايوه كده الكلام واضح يا جماعه ولا لا؟ تمام. في حاجه اسمها سم اف سم قصدي سم اه صح نسيت اقول لكم صح على حاجه صح مش احنا قلنا نجمع صح يعني ازاي عدت عليا. بص يا جماعه مش احنا قلنا مثلا ان دي 10 وهنا 20 وهنا 30 تمام صح كده ولا غلط؟ قلت عشان نجمع دولت هنا مثلا هندوس بيساوي ده وبعد كده نروح دايسين زائد ده وبعد كده نروح دايسين زائد ده صح كده؟ طب انا عايز اعد مثلا انا عايز اجمع كل دولت هتجمعهم ازاي دولت؟ هتيجي تقف هنا وتروحي دايسه يساوي وتروحي دايسه ده زائد ده زائد ده زائد ده ده شلل صح ولا غلط يا استاذه ناديه؟ انتوا معايا ولا مع الاسف؟ مع حضرتك تمام؟ ناديه انت معايا ولا مع الاسف؟ لا مع الاسف كده. بصوا يا جماعه اللي انا بس عايز اوصله لكم ان لو انتوا بتجمعوا بالجمع ده ده شلل صح ولا غلط؟ صح صح مظبوط تمام. ده انتوا هتقعدوا تعدوا. طب افرضوا يا جماعه افرضوا دي مثلا حوالي 30 حاجه تحت بعض هتعدوها ازاي دي؟ صح؟ اعمل اكيد اعمل لها معادله. ايوه بالظبط. بص بقى يا معلم هنروح بقى عاملين هنا معادله اعمل لحضرتك هنعمل سم اي 1 بلس اي 11 جدع صح صح كده؟ والله مش بلس مش بس مش بلس جدع جدع ما. صح هتشوفها دلوقتي لو دوست يا جماعه يساوي هنا وكتبنا كلمه اس يو ام اس يو ام هتظهر لنا كلمه سم دوس عليها مرتين هتفتح لك قوس هتروح بس معلم عليهم كده من اي 1 لاي 11 الى دي يعني الى دي يا ناديه يعني دبل دوت اللي هي العلامتين اللي الى في الى بعض دول ونقول نسين انتر. بص على رينج 616 لو انا عدلت هنا حاجه 40 هتطلع لك هنا 646 وهكذا كده الكلام واضح يا جماعه؟ يبقى صم اهي وصم اهي عشان تبقى انتوا كاتبين صم جمع اهي جمع برضو جمع اهي بس تمام كده يا جماعه؟ تمام. طب تمام في بقى معادله تانية اسمها كاونت اف ركزوا كده في اللي انا بقوله كاونت اف. بصوا كده يا جماعه لو انا جيت مثلا ضفت مثلا ده مع ده مع ده وخليتهم مثلا هنا دي حاجه مالكوش دعوه بيها انا بوريكم بس حاجه اوريكم دلوقتي حاجه هتعجبكم قوي. بصوا يا جماعه كويس سامعني كده في معادله اسمها كاونت اف. كاونت اف دي يعني ايه؟ يعني عد بس بشرط. سامعيني؟ ايه عد بس مع حضرتك ماشي عد بس بشرط يعني ايه؟ كاونت لوحدها يعني عد. احنا قلنا اهي كاونت اهي بتقول بتعد الارقام والاسامي صح ولا غلط؟ صح. الو؟ يعني حدد لها الجزء اللي انا مش عايزه ماينصه او ازوده. انا اقول لك على حاجه كويسه قوي. شايفين كلمه محمد ده؟
محمد ده لو انا جيت نقلته هنا كده لوحده كده وبقول ايه انا عايز اعد محمد ده كام واحد، فاروح جايز بصوا كده ركزوا في اللي انا بقوله، بيساوي كاونت، في حاجه اسمها كاونت اف اهي، دوس عليها مرتين تقرا المعادله، اقري المعادله كويس. الرينج، الرينج دي يعني ايه؟ حد عارف يعني ايه كلمه رينج؟ ترتيب. نعم ترتيب. لا الرينج يعني المدى، المدى المدى المشي. لو انا جيت وقفت عند الرينج ده وقفت على العمود ده كله وقال لي الرينج، قلت له الرينج ده، اقول له انا عايز العمود ده كله، المدى ده كله، يقول لي بقى. وبعد كده بصوا يا جماعه ركزوا بقى في اللقطه دي، بعد الرينج في علامه كوما، خد حد خد باله؟ هنروح دايس كوما عشان ننقل على الشرط اللي بعديها. بصوا الرينج لما اجي ادوس عليه هيقول لي على، بصي علمني عليهم اهو، لما اجي ادوس كوما هينقل لي على حاجه اسمها كرايتيريا. كرايتيريا دي المعيار، بيقول لي ايه الرينج ده، انت عايز تشوف الرينج ده فين، انت عايز محمد ده تعده فين، اقول له انا عايز عايز اعد محمد اللي هو في العمود ده كله. تمام. المعيار انهي خليه، اقول الخليه دي، ادوس انتر، قال لي محمد معمول مرتين. ركزوا بقى كده، محمد اهو ومحمد اهو، حد خد باله من حاجه؟ طب لو انا شلت محمد، بصوا هخلي محمد واحد ايه. بصوا يا جماعه اهم حاجه انك تعرفوا تقروا المعادله. بصوا في الاكسل بيديك المعادله، بص بيقول لي ساوي اهو كاونت اف. ركزوا يا جماعه معايا، ادهم انت معايا ادهم ولا مش معايا؟ ادهم مش معايا صح؟ ماشي. بصوا يا جماعه كويس، عشان تقروا الكلام كويس إيه؟ لازم تقروا المعادله صح. بصوا اهي هنروح دايسين كده كاونت اهي، كاونت اف اهي، اهي بصوا المعادله اهي، دي المعادله، ده اللي مطلوب. فاهمين قصدي ولا لا؟ تمام. السلام عليكم. اكو السلام. انتوا معايا ولا لا؟ انتوا لا مع حضرتك. طب ركزوا معايا بالله عليكم، مع حضرتك. ماشي، شايفين المدى، بيقول لي المدى، انت عايز انهي مدى، يعني عايز تعد محمد في انهي مدى، اقول له المدى ده، اعلم عليه كده خلاص. بعد كده بصوا بعد كلمه رينج في كلمه اسمها كوما، اروح دايس كوما اهي، نقلني حتى سودت كلمه كرايتيريا دي. الكرايتيريا دي ايه؟ اقول له دي، ادوس انتر، قال لي دي. المعيار ده يا جماعه اللي انت بتدور بيه، الكرايتيريا دي اللي انت الحاجه اللي انت بتدور بيها. فاهمين ولا لا؟ يعني حضرتك الاسم اللي انا عايزه ده بالظبط، يعني انا مثلا عايز اعد اسمه، انا عايز اعد محمد ده كم واحد هنا، كم اتعد كم مره هنا، عشان كده طلعته بره عشان اعرف اختار المعيار بالظبط. بالظبط. عارف دي بتستفاد في ايه مثلا؟ مثلا وليكن مثلا انا عايز اعرف انا بعت كم غساله، يعني مثلا انا كتبت مثلا هنا مثلا بص غساله بوتاجاز شفاط مثلا، واخدهم كده واروح اعملهم كده. تمام كده؟ تمام. انا بقى عايز اعرف، ركز بقى معايا ناديه، معايا اسماء. بص يا جماعه انا عايز اعرف كام غساله، مع حضرتك كام غساله اتباعت، صح كده؟ تمام. يعني كام قطعه اتباعت، صح كده الكلام واضح؟ واضح. ماشي، هنروح جايين هنا وندوس يساوي، ونروح جايبين كاونت اف، كاونت اف اي، يقول لي انت عايز تعد الغساله في انهي مدى، هقول له المدى ده اللي فيه الغسالات والتلاجات الكتير ده، صح اهو ده. خلاص كده؟ كده الكلام واضح؟ واضح. لو تلاحظوا الرينج دي لسه الكرايتيريا لسه لونها مش اسود. هنروح دايسين ايه؟ بصوا اهي ركزوا اهو. انت عايز تعد فين؟ اقول له انا عايز اعد كل المدى ده، يعني المدى اللي انت عايز تعد فيه التلاجات، اللي انت عايز تعرف كام التلاجه اتباعت فيه. عارفين المدى ده زي ايه يا جماعه؟ زي كام شهر؟ الشهر اللي انت بعت فيه قد ايه؟ ده اسمه المدى. تمام؟ هنعلم عليه كده، هنقول له انا عايز اعد كام ثلاجه اتباعت في المدى ده، اللي هو من فين لفين، اللي هو من سي 1 لسي 14. واخدين بالكم ولا لا؟ تمام. يا ناديه انت معايا؟ فاهمه. تمام خلاص كده، ثواني خليكم معايا لحظه. تمام كده يا جماعه. بصوا يا جماعه، فانا اهو دلوقتي انا بيقول لي ايه؟ بص انا عايز اعيدها لكم تاني عشان تفهموا المدى ده، عشان المدى ده هيقابلنا كتير. كاونت اف اي. تمام. بيقول لي انت عايز
تعد التلاجة دي في انهي يعني في انهي حته. ما انا مش هينفع مثلا اقول له ان انا عديل التلاجة اللي هنا، ما هو هنا دي مفيش تلاجات، فاهمين قصدي ولا لا؟ ايوه يعني هنا الجزء اللي انا عايز اعد اللي في الجزء ده، وبرده مش هيبقى هنا برده، يعني هنا مفيش اي تلاجة، فاهمين قصدي ولا لا؟ المدى لازم يبقى فيه القسم اللي انت بتدوري فيه اهو، تمام. المدى ده لونه اسود اهو، لما اجي ادوس كومه هتلاقوا كلمه كرايتيريا دي اسودت اهي. بفتحها من الاف اكس برضو. نعم، وبرضو بفتحها من الاف اكس برضو بدل ما الناس. مفيش مشكله، بس انا بحب اكتبها مانيوال عشان تبقوا انتوا شايفينها يعني. تمام، الكرايتيريا دي اروح مختار كل الخليه دي، الخليه دي انا كاتب جواها الغساله، فاهمين قصدي ولا لا؟ تمام. هنروح دايس انتر. بص بيقول لك انت جبت كام؟ اربع غسالات. طب تعالوا نعده كده، ادي واحد غساله اهي، غساله اهي، وادي غساله اهي، ادي اتنين، وادي غساله اهي، ادي ثلاثه، وادي غساله اهي، ادي اربعه، فاهمين قصدي ولا لا؟ تمام. عارفه دي فايدتها ايه يا ناديه او يا اسماء او يا يحيى او عبد الرحمن؟ عارفين فايدتها دي ايه؟ فايدتها ان انت بتحصر انت عندك كام غساله بعتها، كام تلاجه بعتها جنب بوتاجاز بعته، فاهمين قصدي؟ كام قطعه، كام قطعه. انتوا عطلتوا صح؟ لا لا انتوا عطلانين، لا انتوا عطلانين صدقوني. لا فهمنا حضرتك، انا لقيت الصوت كده بقى سايلنت كده، انا عرفت ان في عطله كده في النص. لا تمام تمام. طب تعالوا نجربها تاني، تعالى نعملها من اول، وحد يساعدني بعد اذنكم، حد كده يقول لي انا عايز اساعدك. تمام معايا كده عبد الرحمن؟ يعني انت متاكد؟ اه مع حضرتك يعني اكيد على الله. ثواني افتح بقى النور عشان الدنيا ضلمت خالص. بص يا نجم، بص هنعمل بقى ايه. بص بقى هنقول احنا عايزين نعد كام شفاط. شفاط تمام، هنكتب كده كلمه شفاط هنا. تمام، انا عايز اعرف كام مره الشفاط ده اتباع فيها. هنروح دايسين يساوي كاونت اف، كاونت اف اهي، وادوس عليها مرتين. تمام كده؟ اه تمام. انا عايز اشوف الشفاط ده اتباع في انهي حته، اقول له انا عايز اشوف هنا في الحته دي كلها، في العمود ده كله. يعني عايز اشوف الشفاط ده اتذكر في العمود ده كام مره. خلاص كده، كده الكلام واضح؟ كده الكلام واضح يا ناديه؟ كده الكلام واضح يا اسماء؟ تمام. بيقول لي بقى انت عايز تدور بقى المدى. انا حددت، انا عدت يعني حددت له المدى، انا عايزك تعد لي الحاجات اللي في المدى ده. خلاص ننقل بقى على كلمه كرايتيريا. كرايتيريا دي اللي هي اسمها المعيار يا جماعه. المعيار اللي هو ايه؟ انت عايز تدور بايه؟ انت ايه اللي انت بتدور بيه؟ هقول له بالكلمه دي شفاط، هروح دايس انتر. ثلاثه، تعالوا نعد بقى ثلاثه كام قد ايه؟ ادي شفاطه دي واحد اثنين ثلاثه. كده الكلام واضح؟ هو بقى ما ينفعش نعمل المعادلة فوق. معادلة فوق ازاي؟ يعني نكتبها فوق في الجزء اللي فوق ده، بدل ما احنا نعملها هنا. اه طب كويس اهي، تعالى ما هو ده اللي كان بيقول عليه ابراهيم اهو. تعالى اهو، بص اهو هنكتبها هنا فوق اهي، بتساوي على اساس ان احنا ننسق. يعني هو المفروض مثلا لو احنا هنعمل المعادلة دي نعملها من فوق، ونعمل مثلا سهم من تحت. مفيش مشكلة، مفيش مشكلة. بص اهي هنروح دايسين اهي، نكتب المعادلة فوق اهي، بيساوي كاونت اف اهي، اهي كاونت اهي اف اهي، المعادله اهي. خلاص المدى فين؟ عد لي اللي هنا. المدى ده، ده كل المدى. خلاص ايه اللي انت بتدور بيه؟ اروح دايس كوما، كلمه كرايتيريا. كرايتيريا دي اللي انت بتدور بيها، ايه اللي انت عايز تدور عليه، فاهم؟ اللي انت عايز تدور عليه اللي هي الغساله. اروح دايس انتر، بقت اربعه. طب ومن غير ما اكتب كلمه غساله على جنب دي ما ينفعش اختارها منه؟ لا هتختار. طب دوست كده هبص جايب لي زيرو. يعني مثلا اروح عاملها مثلا ايه سي سي 1 مثلا، هيجيب لي سي 1 بس صح؟ عادي اهو الكرايتيريا اهي، وندوس سي 1 اهي، جاب لي اربعه. بس انا فين دي؟ يعني انا طب سي 1، طب دي فين؟ الفضه ده فين؟ يعني سي 1 4 4 ايه؟ ما هو لازم تكتب جنبيها حاجه. ما هو معني انا فاهم، انت فاهم حضرتك. ما انا بقى هعملها من بتقولي ايه؟ ماشي، ما انا فهمتها كده. يعني انا لو عملتها على السي 1 يبقى معنى كده ان هو عايز كلمه غساله اتكررت كام مره فهيجيبها لي، صح كده؟ هو هيفهمها كده بالظبط كده. ماشي، هو انا كنت بسال عليه بس. تمام
كده الكلام كده واضح كده يا جماعة؟ اه تمام حاضر. طب تعالي بقى يا نادية بقى نعمل حاجة احدث بقى. عارفة هي ايه؟ انتوا معايا ولا مع الاسف؟ حضرتك سؤال بس. هو انا لو عايز مثلا اقول انا بعت كم غسالة وكم مثلا شفاط، يعني عايز احسب الاتنين مع بعض، دي هتنفع ولا ايه؟ اه طب ما كل حاجة تبقى لوحدها اهي. اه يعني كل واحدة لوحدها. فهمت فهمت ماشي. تعالى بقى بص بقى، احنا هنكتب هنا كاونت اف، صح كده؟ كاونت اف دي المعادلة دي اللي احنا هنكتبها تحت. ثاني هنعمل نفس المعادلة. لا ده استني بقى، ده انا هوريكي حتة معادلة تحفة نادية بصراحة تعجبك. او بص هنعمل هنا وندوس يساوي كاونت اف اهي، كاونت اف تمام، وهنقول له المدى ده هنا، وبعد كده ندوس كوما وهنختار الغسالة دي كده. بقى كام غسالة؟ بص عشان بقى تنزل المعادلة، ما هو بص يا نادية، بص يا عبد الرحمن، بص يا جماعة كلكم، لو دلوقتي عندي بوتاجاز مثلا وحطه هنا كده، ما انا مش هقعد اكتب في كل خلية المعادلة، صح ولا غلط؟ صح. اقف هنا كده، بصوا شايفين في علامة هنا كده، ايه شايفين العلامة المربع الصغير دي اللي ظهرت دي، اللي هي العلامة الزائد دي؟ واروح ساحبها لتحت كده. اه ما هو ده بقى اللي انا كنت بتكلم فيه، ان انا اخليهم اوريهم زي زي نفس المعادلة بتاعت الجامعة. تمام كده يا جماعة؟ اه تمام. ممكن تاني الحته دي عشان ما فهمتهاش تاني كده؟ اه الحته دي تاني بتاعت السحبه دي. ماشي ماشي. بص يا عبد الرحمن، اي انا بص قصدي حسن، هروح ساحبها كده. بص هقف على المعادله، هقف كده، دي المعادله انا كاتبها فوق اهي تمام، واروح جاي هنا. بص شايف في هنا مربع صغير جدا اهو، النقطه الصغيره السوداء دي، اه هروح واقف اللي بيسحب ويقرر كوين. اول ما اقف عليها هتلاقي في علامه زائد ظهرت، اروح دايس عليها كده واروح ساحبها لتحت اهي. انا قصدي بقى الاكسل ذكي لدرجه ان هو يفهم ان انا قصدي بقى بعد كده انا مش عايز الغسالة، عايز الشفاط وبعدين البوتاجاز. اه بالظبط بالظبط اهي. ما هي بص البوتاجاز ده، البوتاجاز ده احنا ما جيناش جنب بوتاجاز اهي، ادي واحد بوتاجاز، اتنين بوتاجاز، تلاتة بوتاجاز، مفيش بوتاجازات تانية. طب لو انا كتبت بوتاجاز تحت، بص ركز كده في اللقطه دي، لو انا نقلت البوتاجاز وكتبت مثلا كلمه بوتاجاز تحت اهي، بوتاجاز اهي، هي بص بقت اربعه اهي، بدل ما كانت ثلاثه بقت اربعه. انا عايز يعد اللي يظهر في الكولوم ده، اي حاجه تظهر في العمود ده تتكتب هنا. يعني كلمه غساله، بصوا غساله اهي، غساله لو انا كتبت كلمه غساله اهي، هي غساله اهي فوق اهي اربعه، لو انا كتبتها هنا دوست انتر هتبقى خمسه. طب انا عندي سؤال، طب انا مثلا لو كتبت مثلا غساله بطريقه ثانيه او كلمه غلط مثلا، لو كتبت غساله مثلا تعال نكتبها صح، انت بتتكلم صح، تعال نكتبها مثلا غساله بالهاء مربوطه مش بالتاء المربوطه. بص لسه اربعه زي ما هي، لان بص هنا دي تاء مربوطه اخرها، هنا هي هاء مربوطه. طب لو انا غيرتها وخليتها تاء مربوطه هتتقلب بقت خمسه. لازم الاكسل مش ذكي، الاكسل مش بني ادم. خلاص كده يا جماعه؟ اه تمام حاضر. بصي بقى اسماء بقى اللقطه اللي جايه دي. اسماء انت معايا؟ مع حضرتك. اه السلام عليكم، انت معايا؟ مع حضرتك سامعاك. بصوا بقى يا جماعه، بصي بقى ناديه، بصي بقى عبد الرحمن، بصوا بقى يا جماعه كلكم الحته اللي جايه دي، والحته دي خلاص اخر حاجه يعني عشان ما اطولش عليكم. طب دلوقتي انا عديت كم قطعه غساله، طب انا عايز سعرها، يعني اتباعت كم قطعه وبكام، صح ولا غلط؟ اه صح. لا كده حلوه دي، صح يا نادي ولا لا؟ ايوه جميله جميله والله، حلوه قوي. ايوه. بصوا يا جماعه اللقطه دي، في حاجه مش احنا قلنا كاونت بتعد، وكاونت اف بتعد بس بشرط، صح ولا غلط؟ اه ويبقى صم بتجمع. ايوه يبقى صم اف بتجمع بس بشرط، صح ولا غلط؟ ايوه 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 صح. انتوا تمام يعني، انتوا معايا صح؟ ايوه مع حضرتك. بص يا سيدي، بص يا سيدي، صم اف اهي، صم اف، صم اف بقى بتقول ايه بقى يا معلم؟ بنقول يساوي صم اس يو ام، هتظهر صم اف اهي تاني واحده تمام اهي. بيقول لك الرينج، حد يقول لي الرينج ده ايه يا جماعه؟ المدى اللي هو اعمله فين؟
المربع بتاع السي ده بالظبط، اروح على السي اقول له انا عايز اشوف اللي اتباع هنا اهو. بعد كده بصوا مكتوب ايه، بصوا مكتوب ايه بعد المدى ده ايه معيار الكرايتيريا، اروح دايس كوما الاول، لازم ادوس كوما الاول عشان بصوا المدى لونه اسود لسه لما اقف على الكرايتيريا لسه ما سودتش، لما اجي ادوس كوما هتلاقي الكرايتيريا سودت اهي. خدت بالكم؟ ماشي. المدى ده احنا اخترناه، الكرايتيريا دي هنقول هيقول لي انت عايز تدور بايه، اقول له انا عايز ادور بالغساله بالخليه دي. تمام. ظهر بقى واحده ثالثه اللي هي السام رينج. السام رينج ده اللي هو المدى اللي انت عايز تجمعه، مش احنا قلنا الرينج يعني المدى؟ ايوه. السام رينج المدى اللي انت عايز تجمعه، صح ولا غلط؟ صح. هو السام رينج. تمام تمام كده، اروح دايس عليه كده واروح دايس انتر. بصوا ايه اللي حصل بقى، بصوا ركزوا في اللي انا بقوله واسحب المعادله لتحت كده. بصوا الغساله دي اتباع منها اربع قطع ب 232 جنيه. طب تعالوا نشوف، ادي 20 و40 60 60 و74 يعني كام؟ 60 و74 كام يا جماعه؟ 60 زائد 74 134 134 زائد 98 اهي 98 زائد 98 هيطلع لك 232 اهو اللي هي دي. فهمت كده. ايه رايكم؟ لا جميله. ايه رايك يا استاذ؟ ايه رايك يا يحيى؟ ايه رايكم؟ بص ايه رايك ريهام؟ اصل في ناس بقى تحت خالص مش سامعهم. ايه رايك يا حسن؟ ايه رايك رنا؟ انا عمال اضحك. حلو جدا حلو جدا. ما فاهمه كويس، بس انا بصراحه عندي مشكله. اتفضلي. انا يعني انا لازم اجرب الحاجه بايدي، يعني انا كل ده كل المحاضره فاهماها، بس انا كنت احب ان حضرتك لو جربت معادله احنا نجربها، ولو حد حصل معاه مشكله ما طلعش الناتج هو زي ما حضرتك. بصي اهو، انا لازم اعمل بنفسي. بصي يا ستي، انا سايب الشيت اهو كده، سايبه كده اقول لهم ايه. بصوا ده ليسون 1 اهو، محاضره السيشن 1 اهو كده، واخدها كده اهو. هو شيت فصل ولا ايه؟ اهو هو شيت. ماله في ايه؟ انا حاسس ان الدنيا عطلت كده فجاه اهو. واروح نازل ده كده اهو، واروح واخد سيشن سيشن سيشن. فين سيشن 1؟ هو انا سيفتها فين اهو؟ انا سيفتها متهيألي على فين، على الدوكيمنت. هاي سيشن 1 اهي، اروح جايبها لك اهي عشان تشوفيها اهي الدوكيمنت. لا اله الا الله، ما هي دي بقى مشكله ان انت ما تسيبهاش في حته وتلاقيها تظهر في حته. اروح جاي سيف از اي دوكيمنت. اي دوكيمنت دي ظهرت فين بقى؟ ناخد دي كده سيشن اهي، ناخدها اهي كنترول اكس اهو، ادخلها في. بقول لك ايه، انا تعبت، انا هحطها على الديسكتوب تاني بس كده اهي. وراح اي سيشن 1 اهي، وافتح الاكسل شيت اهو. ممكن تفتح لي الباب اهو اهو، وراح اهو احط لكم اهو كده، اتبعتت لكم كلكم على الاكسل اهو. بس كده تقدر تشتغل عليها. ايه رايك يا ستي؟ الو السلام عليكم. طيب ممكن لما اجرب قلت النهارده هو في حاجه ما طلعتش معايا زي ما قلت بقول لك المحاضره الجايه؟ يا جماعه اكتبوا يا جماعه الاكسل في 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 جروب احنا ما بينكم اهو، ابعتوا على اي حاجه على الجروب، انا تحت امركم في اي شيء. على فكره يا جماعه انا تحت امركم فعلا في اي مشكله. خلاص تمام اوكي. يا جماعه افهموني، انتوا في ناس هتقابلوا، يعني في ناس لو هي شغاله في الاكسل هتقابلكم. انتوا معايا؟ نعم حلو. في ناس هتقابلهم مشاكل لو هم يعني هم دلوقتي شغالين على الاكسل، اكيد بيقابلكم مشاكل. اي حاجه كلموني انا كده تحت امركم، في المحاضره او غير المحاضره. خلاص كده يا جماعه؟ تمام حاضر. بس كده انا كده خلصت كده المحاضره الاولى وكده احنا تمام قوي. ممكن بس ما تخرجش من الميتنج غير لما نسجل بس استماره الحضور، لان هم ما دخلناش بس على اللينك. لا لا انا ما فيش حاجه، انا بصي انا هعمل ستوب شير اهو، وابعت لكم كمان ان شاء الله ان شاء الله تكونوا استفدتم، وان شاء الله يكون باذن واحد احد ان انا اقدر افيدكم في المحاضرات الجايه. المحاضرات الجايه ان شاء الله هتكون كويسه وهتكون حاجات جامده جدا.
فاتمنى بس تشتغلوا كده على الاكسل علشان المحاضره الجايه تبقى جامده جدا. ماشي يا جماعه؟ ماشي. شكرا حضرتك يا مستر محمد. شكرا جدا ليك يا حسن. شكرا جدا ليكم يا جماعه. شكرا جدا لجمعيه رساله. واستاذنكم انا واعملوا بقى اللي انتوا عايزينه. ماشي. انا اقفل انا. ماشي تمام. شكرا جدا لحضرتك. شكرا جدا ليك يا حسن. شكرا. مع السلامه. مع السلامه.